بونجور، كومونت ليفو. أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع فرنساوي مع همت لي زاكسون. درسنا النهاردة عن العلامات، علامات النطق. لي زاكسون هي علامات توضع فوق الحروف المتحركة فتغير من معنى الكلمة ومن نطقها. هنتعرف من خلال الفيديو ده ازاي لي زاكسون تريز امبورطان، مهمة جدا، وازاي بتغير معنى الكلمة وبتغير نطقها. تابعونا لنهاية الفيديو، يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. بسم الله. لي لاتر، لي لاتر الحروف. عندي لي لاتر بتكون فويل، فويل حروف متحركة، كونسون، كونسون حروف ساكنة. لي لاتر فويل اللي هي الا، او، الاو، الاي، الاو والجراك. ما ننساش معانا الاش. الاش لا ينطق غالبا في اللغة الفرنسية، لا ينطق، ومن الحروف لفويلا، ويأتي بعده حرف متحرك. ناخد اكزامبل، عندي اوتيل، اوتيل يعني فندق. ام، ام يعني رجل. ويت، ويت يعني رقم 8. قيه، قيه يعني كراسة. هنلاحظ هنا ان الاش نسب برونسي با يعني لا تنطق، اسمها الاش الصامتة. نتعرف مع بعض لي زاكسون. ايه هي لي زاكسون وليه هي تريز امبورطان، مهمة؟ مهمة علشان لو انا عندي مثلا هنا اكزامبل بسيط بتدل ان هي مهمة، عندي الا بالاكسون و ا من غير الاكسون. ايه الاختلاف اللي بينهم؟ الا بدون الاكسون يعني فيرب افوار، يمتلك. اما الا بالاكسون بريبيزيسيون يعني حرف جر في او الى. شفت ازاي ان هي مهمة، غيرت من معنى الكلمة. عندي اول اكسون هنتعرف، او اي اول علامة نطق هنتعرف عليها النهاردة في الفيديو، اكسون توجو. اكسون توجو يعني هي علامة مايلة من اليمين للشمال بتوضع على اللتر فويل الاو. لو هي عندما توضع على الاو بتغير نطق اللتغ الحرف، بدل ما ينطق او بننطقه اي، سواء كانت جاية في اول الكلمة او في وسط الكلمة او في اخر الكلمة. ناخد اكزامبل، عندي كلمة برينو، برينو يعني لقب، عند الاو عليها اكسون جت في نص الكلمة فنطقناها اي. كلمة إيكول، إيكول يعني مدرسة في أول الكلمة. فيرمي، فيرمي يعني مقفل، جات في آخر الكلمة كده اتحول معايا النطق للإي، فيرمي. عندي تاني أكسون معايا، أكسون غراف. الأكسون غراف هي علامة من الشمال لليمين بتوضع على اللتر فويل الاو والاو والا. عندما توضع على اللتر الاو بتحول النطق بتاعه، تطيل نطق الحرف، زي كلمة بير، بير يعني اب، مير، مير يعني ام، تغي، تغي يعني جدا. طب لما توضع على اللتر الا زي ما احنا شرحنا في اول الفيديو بتغير المعنى تماما. عندي ا دي فيرب افوار بمعنى يمتلك او لديه، مصرف مع البرونوم بيرسونال سانجوليه الال، والا عليها اكسون اغراف معناها حرف جر في او الى. ناخد اكزامبل نوضح بالاكزامبل، اما اقول الى سانكا، إلى سانكا هو لديه 5 سنوات، أو هو يمتلك من العمر 5 سنوات. هنا فيرب أفوار يمتلك. الإكزامبل الثاني، جو في أ لا مير، جو في أ لا مير يعني أنا أذهب إلى البحر، هنا بمعنى إلى وفي كده. الأكسون غيرت
في المعنى تماما. معايا اكزامبل تاني، لما تتحط على الاو بتغير المعنى. كلمة او بدون اكسون، او او بالاكسون معناها اين. مثال او فاتي، او فاتي اين انت تذهب. الاكسون التالتة معايا النهاردة اكسون سيركونفليكس، سيركونفليكس اللي هي الشابو اللي بتتحط فوق اللتر زي الطاقية. سيركونفليكس ازاي هي بتغير؟ بتغير من المعنى. كلمة مير، مير يعني لما من غير الاكسون، من غير الاكسون معناها حائط، بالاكسون معناها ناضج. يبقى الاكسون هنا السيركونفليكس غيرت لي المعنى تماما. بتتحط على الحروف لفويل صف لكغاك ما عدا لكغاك، زي الا والاو والاي والاو والاو. ناخد اكزامبل، عندي كلمة اج، اج يعني عمر، اج. اتر فيرب، فيرب تو بي. بوات، بوات يعني صندوق. اوبيتال، اوبيتال يعني مستشفى. عندي العلامة الأكسون التريما، هي عبارة عن نقطتين بتحطوا فوق اللتر. بتعمل ايه؟ هي اسمها علامة الفصل، تشير الى ان الحرف الذي يسبقها ينطق منفصلا. يعني لو عندي اتنين حرفين فويلا بعمل سيبغاسيون، فصل في النطق بين الحرف الاول. طبعا عندنا اكزامبل كلمة نوال يعني بابا نوال، هنا عملت سيبغاسيو فصل بين الدو لتر بين الحرفين المتحركين. سيل عندي لو سيدي، لو سيدي يعني علامة علامة صغيرة بتتحط عاملة زي الفايف بالانجليش تحت اللتر الس، علشان بتغيرني في نطق باللتر ينطق اس. عند وجود هذه العلامة يحتفظ السي بصوته الاصلي وينطق اس. ناخد اكزامبل، عندي ليسون، ليسون يعني درس. عندي جارسون، جارسون يعني ولد. عندي فرنسي، فرنسي يعني فرنساوي. هنا السي اللتر سي احتفظ بنطقه الاصلي وهو الاس. الابوستروف، عندي الابوستروف وهو فصلة علوية، هي فصلة علوية تشير لحذف حرف متحرك. عندما يجي ورا بعض حرفين متحركين فابدأ ان انا بحذف الحرف الاول، بستبدله بكلمة بالرمز ابوستروف. معايا اكزامبل هنا، اما اقول لا امي، لا امي، في حرفين فويل، في حرفين فويل الا والا ورا بعض، فببدا ان انا بحذف الا واحطها ابوستروف، وعند النطق ينطقوا ككلمه واحده، فالصح ان اقول لامي، لامي يعني صديق على طول. عندي سو وعندي الاو، الحوت سي تنطق سي، سي انه، سي انهم. عندي سي وعندي إيل ينطقوا سيل، سيل. تبقى هي الحرفين المتحركين بحذف الحرف المتحرك الأول وحط أبوستغفة، وعند النطق تصبح الكلمتين
كلمة واحدة. ناخد example. عندي كلمة هنا لو أم يعني الرجل، المفروض ان هي عندي الأو والأش دو فايل حرفين متحركين، فبحذف الأو وعملها أبوستغف والنطق أقول لوم لوم على بعضها لوم، يصبحوا نطق واحد. الكلمات التي ينطبق عليها القاعدة قليلة والشائع منها هنقوله مع بعض. عندي جو، عندي مو، تو، سو، سي، لو، لا، ن، سو، دو، ك. ديت بعض الكلمات اللي دايما بتستبدل بالأبوستغوف. كده الفيديو انتهى. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ميرسي.